شوف بقى، الحسين اللي بعتك ليا من يوم ما كان شغال عندي وعارف اني احبش اخد البواقي. اللي بيشتري قماش بياخد التوب من اوله، واللي بيشتري قوطة بياخد من على وش القفص. فهمت؟ فاهم حضرتك. انت اسمك ايه؟ عاطف ربيع. بص يا عاطف يا ربيع، انا ليا نظام في شغلي، تخالفه يبقى ما تلزمنيش خالص. انا هدفع لك 5 جنيه زيادة عن سعر السوق في الصورة اللي تعجبني، بس بشرط ما تروحش لحد تاني. الصورة اللي ما تعجبنيش انت حر فيها. نفس طلبات الاستاذ الحسيني. ما هو اتعلم هنا. واضح ان حضرتك مدرسة، انا تحت امرك. يبقى متفقين. بس انا ليا طلب عند حضرتك. قول. اسمي. اسمي يكتب تحت كل صورة بصورها. حقك، وانا كنت هعمل كده من نفسي، بس يكون في علمك الشغل معايا حسب شروطي انا. لا مؤاخذة يا استاذة. نعم. الفنانة نهى جلال على التليفون، ودي رابع مرة تطلب حضرتك. حوليها، انا عارفة هي عاوزة ايه. حاضر. نهى جلال نجمة الاغراء؟ هو في نهى جلال غيرها؟ دي افلامها مكسرة الدنيا. حبيبة قلبي المتألقة على طول، ازيك يا ناهد؟ أي أخبار حلوة تخصك أنا جاهزة. واخدة على خاطرك مني؟ هو أنا أقدر؟ مش عاجباكي؟ أنا بنشر الصور اللي موجودة عندنا، بعتيلي الصور اللي تعجبك وأنا غرق المجلة بيها. ده أنا أتمنى، ده أنا بوزع بيك يا نجمة النجوم. مع السلامة يا حبيبة قلبي. هو أنا ينفع صورها؟ لسه بدري عليك، وبعدين دي قبل التصوير بتحتاج شغل كتير، كوافير وماكيور وكم شغلانة تانية. أنا كنت فاكر إنها ممكن صورها تخطيفي كده يعني، على الطبيعة. طبيعة؟ طبيعة دي راح زمانها خلاص. زي ما قلت، حضرتك مدرسة. وإنت بقيت تلميذ فيها، على الله تفلح. إن شاء الله هبقى عند حسن ظن حضرتك. أستأذن. مع السلامة. شاب عاوز يقابل حضرتك. مين الشاب ده وعاوز ايه؟ بيقول ان هو مدير اعمال مدام نهى جلال. خليه يتفضل. صباح الخير يا استاذه. صباح الخير. اتفضل. ماجد شلبي مدير اعمال الفنانه نهى جلال. ايه ده ايه ده، بسم الله ما شاء الله. انا شفت مديرين اعمال لفنانين على كل شكل ولون، وكلهم يشبهوا دسوقي افندي بتاع مسرحيه فؤاد المهندس وشويكار. لكن انت اني عليك برده، مثلت ولا لسه؟ لا يا فندم، صراحه ماليش في التمثيل، انا مدير اعمال وبس. وبس وبس. كنت شغاله عند مين قبل ناهد؟ ما كنتش عند حد قبلها. بس انت مش صغير عليها شويه؟ صغير صغير ازاي يعني؟ على فكره انا مش جوزها، أنا مدير أعمال وبس. ما هي كلها أعمال. خير؟ المدام كانت عايزة تيجي تقابل حضرتك بنفسها، لكن زي ما حضرتك عارفة ظهورها في الأماكن العامة ده بيسبب لها مشاكل، وهي بتقول إن الصور بتاعتها اللي المجلة بتنشرها مش قد كده. وإنها غير ما تكمل الكلام ده حقيقي، بس أعمل لها إيه؟ على العموم إحنا لسه مصورنا صور جديدة، واللي مصورها مصور فرنساوي، يا رب تعجبك. نشوف. ايه ده؟ الظاهر انها بعت هدية. لا يا فندم، يا شايفة ان حضرتك تشتري الهدية اللي نفسك فيها. طول عمرها لماحة وذكية. نشوف الصور بقى. ايوه كده، هي دي الصور. لمسة الخواجة الفرنساوي باينة، والاضاءة 10/10. عاوزاك تهنيها على اختيارها ليك كمدير اعمال. مجلة الناس الشيك، مجلة الصالونات، وبعدين ده شكل تقابل بيه ناس محترمة وعليها القيمة. معفن وعرقان وريحتك تقرف. يا مدام، أنا كنت بدرس تعليم سواقة. سواقة إيه إن شاء الله؟ ليه، ناوي تشتغل على تاكسي؟ لا، هيبقى عندي عربية وكمان فيها تكييف، وبعدين أي حد في مكاني كان هيبقى شكله وريحته كده، حتى لو كان حضرتك. أقعد يلا. بقول لك أقعد. أنا سمعت إنك بتبيع بسبوسة بالليل، صح ولا لأ؟ وأنا ببيع مخدرات؟ أنا بساعد أبويا وبصرف على نفسي كمان. كلام الإنشا بتاعك ده تقراه في الجرايد. لازم يبقى عندك هدف واحد تركز فيه. طب وعيش إزاي؟
دخل شغلانه واحده ما يكفيش واحنا عيله. الصغير بيكبر. وبعدين عاوزه اقول لك حاجه، في شغلانه الصحافه دي اللي بيبتدي معلم بيفضل طول عمره معلم، واللي بيبتدي صبي بيعيش صبي، وانت كده صبي مهما كان عندك امكانيات مين في الصحافه، طول عمرك هتفضل في نظر زمايلك بتاع البسبوسه. ما في عظماء كتير كانوا زيي واقل مني كمان. مش في مصر دلوقتي ومش في الزمن ده. بص حواليك وتعلم، جوع وانت صغير عشان تشبع وانت كبير، وامشي منفوخ وابويا الباشا وامي اصلها تركي، لان ده سلو بلدك دلوقتي، ومعظم نجوم الصحافه الايام دي بيعملوا كده. انا قلت اللي عندي، تفهم ما تفهمش انت حر. ما تزعلش من كلامي، وافتكر ان السكر لونه ابيض والملح كمان لونه ابيض، بس الاتنين ما بيتحطوش في برطمان واحد، فاهم؟ يعني نفذت الكلام اللي حضرتك قلتي عليه بالظبط. الصور اللي عندك دي مش مع حد تاني. انت ازاي دخلت بالتعابين؟ انا تعابين؟ وانا عامل كده ليه؟ ده انا بخاف من السحليه. يبقى الاراجوز اللي كان معاك وبتقول عليه المساعد بتاعك. ده واد غلبان وعايز ياكل عيش. عاطف، انت اللي عملت العمله دي. هو حضرتك شفتيني؟ لا. طب عرفتي منين؟ علشان انت الوحيد اللي في الفرح اللي ولا كان خايف ولا مهتم وعمال تصور. طب ما حضرتك كمان ما كنتيش خايفه؟ عشان عرفت ان في حد عاوز يبوظ الفرح، واكيد التعابين دي سنانها مكسوره ولا يمكن تاذي حد. هما كام تعبان؟ اتنين. عملتها لحساب مين وبكام؟ انت عارف انت لعبت مع مين؟ عارف الرجاله دول والحاله اللي هما كانوا فيها؟ شفت الستات واللي جرالهم؟ عندك فكره عن كميه الالمازات اللي ضاعت وان الستات اتعرت؟ ايه فاكر الموضوع هيعدي كده وخلاص؟ انت كده لعبت في عداد عمرك واستعجلت اجلك. طب وهم هيعرفوني منين؟ ولو عرفوني هيثبتوها عليا ازاي؟ انت هبل يلا، ابو العروسه راصد مكافاه 50,000 جنيه، يعني المساعد بتاعك انت هو اول واحد هيبلغ عنك لما يعرف. انا واثق في المساعد بتاعي. هو جاب التعبير من ابو رواش تقريبا يا استاذه. يبقى اللي باع له التعابين هو اللي هيرشد عليه. رجب الفرخ ملوش لا اسم ولا عنوان. المساعد بتاعك اسمه الفرخ؟ ايوه، هو مش المساعد بتاعي، هو صاحبي وحبيبي، بس زي ما قلت لحضرتك ملوش عنوان. لكن له شكل، واللي باع له التعابين يعرف يوصفه، ويجيبه البوليس ويجيب رسام ويرسمه. هي وصلت للبوليس؟ والنيابه وامن الدوله، بس كل ده مش مهم. المرعب ابو العروسه، ده راجل مفتري وبيصفي حساباته بنفسه، وده لا يعرف قانون ولا عنده رحمة. انت بتخوفيني كده ليه؟ لازم تخاف. ايه هو انت كسرت كوباية؟ لا حصل حصل، يجرى اللي يجرى بقى. انت عملتها لحساب مين؟ ايه خايف منه ولا خايف عليه؟ لا خايف منه ولا خايف عليه، هي عملية اتعملت وانتهت. تبقى اهبل لو فاكر ان امرها انتهى. عملتها لحساب مين؟ قول عشان اعرف انت في امان ولا في خطر. مين صاحب العربية يا عاطف؟ طارق شعبان. لعيب الكورة؟ ايوه. يا حظك الزفت، انت عامل زي مسمار من غير راس ممسوك بكماشة. طارق هباب اللي بتقول عليه ده على حسب علمي راجل واطي، واكبر دليل انه ورطك الورطة السودة دي. يعني هو كده ممكن يبيعني؟ يبيعك ويبيع اهلك كمان. طيب ما هو لو باعني يبقى كده هو برضه باع نفسه. بكرة نشوف. بس أنا كان عندي إحساس إنك وسخ. لو حضرتك شايفة كده يبقى بلاش مني. أنا في شغلي بحتاج ناس وسخة برضو. الصور دي تسوى كتير. العربية اللي جابها لك غالية؟ هي عربية كحيانة وتعبانة، كانت عربيته. عشان عبيط. وإداها لك إزاي؟ بيع وشراء. ليه؟ هي الحداية بتحدف كتاكيت؟ مش قلت لك إنه واطي؟ أصحاب الصور دي هيعملوا أي حاجة عشان يمنعوا نشرها. وحضرتك هتنشريها عشان التوزيع يزيد. توزيع إيه يا أهبل؟ ليه؟ هبيع كام نسخة؟ 1000 2000؟ تمنهم كام؟ إحنا هننشر عينات، والعينة هي اللي هتجيب الزبون.
انا عاوزاك تعمل لي 3 نسخ من الصوره دي. انت مش انا لوحدي اللي وسخ يا استاذ. اخرس. تعرف ان انا واحده من ضحايا الفرح؟ ايه ده؟ ضاع من حضرتك حاجه؟ لا انا بتكلم على الاصابات. على فكره هي مش باينه، وبعدين دي بسيطه. انا عارفه ان دي بسيطه، بس اللي تحت الهدوم مش بسيطه. صباح الزفت والقطران على دماغك ودماغ اللي جابوك. ايه القلب السود يا استاذه؟ هتعمل لي فيه عبيط ولا مغفل؟ احنا مش في اتفاق بينا ان اي شغل يجي لي انا الاول؟ ايوه في اتفاق، والاتفاق ماشي. وحياه امك. لا لسانك تطوليه بمزاجك على غيري، بس لازم تعرفي انها ليا اول وليا اخر، يعني اي حرف يمس الكرامه يبقى يفتح الله. انت اديت صور لجورنال السهم؟ ما حصلش. افتح الجورنال عشان تعرف انه حصل. اكيد مصور تاني غيري. اه يا كذاب، ده شغلك وانت اللي كاتب الموضوع اللي منشور معاه. طيب اهدي، قصدك على حكايه صوره؟ قصدي على حكايه زفت. اهي الزفاف المرعب. ايوه موضوع انا اللي كاتبه، مش عايزاه يعني اخالف الاتفاق بصوره. بعلمي وموافقتي. طب اقعدي عشان نعرف نتكلم. انت هتديني اوامر يالا؟ يا استاذه انا عايز حضرتك تهدي عشان اعرف اشرح لك. بصي على الصوره، تعمليها كويس. تورتة واقعة على الأرض، حواليها 4 جرسونات على 2 نسوان مالهمش لازمة على راجل ملوش هواية، يعني صورة ملهاش لازمة أساسا. بس الصور اللي فيها الناس التقيلة عندك، بذمتك لو صورة زي دي اترمت على مكتبك هتنشريها؟ لا طبعا. يبقى لازمتها بقى إيه الزعبوبة اللي حضرتك عملتيها دي؟ لازمتها إن مستقبلك معايا أنا مش في حتة تانية. أمال بيقولوا عليا الأستاذة ليه؟ عشان علمت ناس كانوا زيك وأقل منك ودلوقتي بقوا كبار، كبار قوي. أنا سمعت الكلام ده من حضرتك قبل كده. ما علينا، نشتغل. الشركة العالمية للتجارة. تاخد الظرف ده باللي فيه وتوصله للأمن. سري وشخصي. المهندس فؤاد لبيب، رئيس مجلس الإدارة. لقيت بوسطجي؟ شريك. شريك في إيه بالظبط؟ في المكسب والخسارة. واطمن لا يمكن يبقى فيه خسارة. طب هتدخليني بكام في المية؟ 30-70. مين 30 ومين 70؟ طب تستعبط؟ أنا هاخد 40. ما تنساش إن أنا اللي في الصورة وأنا اللي شايلة المسؤولية كلها. 40 و60 حلو. يا خوفي منك يا بدران. موافقة. ده شرف عظيم ليا يا باشا. والله أنا أول ما شفت الصور دي ضغطي عالي عليا وحسيت إني مخنوقة. عشان كده أول حاجة عملتها بعتلك الصور دي على طول. ده تصرف محترم من حضرتك. أنا متشكر جدا يا مدام، متشكر جدا. أنا هعتبر ده جميل، وإن شاء الله هرده لحضرتك بالشكل المناسب. إيه؟ بتقولي إيه يا مدام؟ قلت الشغل ما فيهوش جمال يا باشا، وحضرتك رجل أعمال وسيد من يفهم المسائل دي. اللي جاب لي الصور طلب فيهم فلوس كتير، ولو ما كنتش اشتريتهم أكيد كان هيبيعهم لأي جورنال أو مجلة تانية. والصور زي ما حضرتك شفتها كلها فضايح وقلة قيمة لضيوف سعادتك اللي هم كرمة المجتمع وكبار رجال الدولة وستاتهم. كويس إن حضرتك فاهم الكلام ده عشان تعرف تقدر السعر. يا باشا أنا اشتريت النيجاتيف عشان أمنع نشر الفضايح دي. عاوزة كام؟ 30,000.
ألو. أيوة يا باشا، 40,000 العشرة زيادة تمن الإهانة. ما هو مفيش راجل محترم يقفل السكة في وش واحدة ست ليها مكانتها وبتكلمه بكل أدب. قلت إيه يا باشا؟ هو ده الكلام. ألو. أيوة أنا نجوى، وعاوز إيه يا أمين الشرطة؟ عاطف ربيع ماله؟ طب كتر خيرك يا حضرة الأمين، قول له مدام نجوى بتقولك استحمل لحد الصبح وكل حاجة هتبقى عالي العال. مع السلامة. ألو، صحتك من النوم؟ أنا نجوى. اسمع، أنت مش كنت بعتلي موضوع لعيب الكرة ده اللي اسمه طارق شعبان؟ أيوة، عاوزة شوية معلومات عنه. أول حاجة اديني عنوان بيت أهله. أنا مش هتأخر، اركنها في حتة قريبة. تحت أمرك يا مدام. اتفضلي يا حاجة. خدي بالك مني، الله يسترك يا بنتي. تعالي يا حاج. احنا فين ورايحين فين يا اختي؟ دلوقتي هتعرفي، طولي بالك. وانا ماسك ايديها ولسه هبدا بقى من اللي بالك فيه، فجاه لقيت راجل ايه، لقيت ضرفه كبيره واقفه جنبي. انا قلت النور قطع. بسالها مين ده يا بنت، لقيتها بتقولي ده خطيبي. خطيبك؟ انا قلت ده عزرائيل وجاي يقبض روحي. أنا لو أعرف إن هي مخطوبة وبالذات لضرفة زي ده أكيد بناقصها يعني. كابتن طارق، عارفني ولا مش عارفني يا كابتن؟ ما عنديش فكرة أنت مين. حالاً هيكون عندك فكرة، بس مش الأول يبقى عندك أخلاق رياضية وتقوم ترحب بالست والدتك؟ ده ابنك يا ست نبوية، ولا مش قادرة تعرفي عليه عشان نضف زيادة عن اللزوم؟ أنت بتشرب خمرة يا عبد التواب؟ أنا نجوى كمال. لازم تشتري العدد اللي جاي من المجلة بتاعتي، عاملين لك تحقيق صحفي هايل بالصور على مشوار نجاح عشان جمهورك يعرف قصة كفاحك من الساحة في بلدكو للبار يا عبد التواب. تعال عزمني على درينك. سينجل بلاك. أنا لحد اللحظة دي بهزر معاك، لكن لازم تعرف ان ملفك الاسود عندي ومليان بلاوي. انت عايزه مني ايه؟ مش عارف انا عاوزه منك ايه؟ وحياه امك اللي قاعده هناك دي، انت مش عارف انا عاوزه ايه؟ عاطف ربيع، مش كده؟ اديك فهمت. ما اقدرش اعمل حاجه معاه. تعترف. اعترف بايه؟ انك بعت له العربيه. كده يبقى رحت في داهيه، في محضر اتعمل الصبح هيطلع على النيابه. تروح القسم الصبح وتغير اقوالك، الكلام ده لازم يخلص الصبح بدري. ازاي يعني؟ جرايه طروقه، انت ليك دلاله على ناس كتير، ناس كبار ومهمين قوي في البلد دي، واكيد مش هيقولوا لك لا. يا كده يا تعتبر نفسك انتهيت يا عبد التواب. انا عارفه سبب دموعك دي، بس يكون في علمك انا طيق العمى ولا طيقش اشوف دموع راجل. انا عشت اسود ليله في حياتي. حد اتحرش بيك في الاسم؟ بلطجي ابن كلب، حتى لو دخل السجن هجيب امه. هدومك فضلت عليك ولا اتقلعت؟ لا الحمد لله ما اتقلعتش، بس المحاوله نفسها فيها ذل. يبقى لازم تنسى الموضوع ده من اوله لاخره، والبلطجي ده كمان لازم تنساه عشان ما يبقاش عندك عقده في حياتك. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. انت مديتي ايديكي وانت شلتيني من جهنم الحمراء. انت اللي رميت نفسك في جهنم الحمراء يا غبي. انا حلفت يمين اني ابوس رجلك. مفيش فايده فيك ولا في اي حد زيك. انت فاكر الدنيا ماشيه ازاي؟ ماشيه سبهلله؟ الدنيا ماشيه بقوانين هي اللي عملتها لنفسها، واول قانون بيقول مستحيل البني ادم يبقى طيب وشرير في نفس الوقت.
ينفعش تبقى شريف شوية وغير شريف شوية تانية. النظافة والوساخة لا يمكن يبقوا في نفس المكان. الدنيا يا كده يا كده، وعليك تختار انت عاوز ايه. لكن البني آدم اللي بيمسك العصاية من النص بيفضل على حاله، دايما خسران. وانت خسرت واتهنت عشان مسكت العصاية من النص. أنا بتعلم منك يا أستاذة. الغاية بتبرر الوسيلة. شوف انت عاوز تعمل ايه واختاره. بس حضرتك نظرتك للدنيا سودة قوي. من اللي شفته، وانا شفت كتير. وخلي بالك ان ما قدرتش تبقى ديب هتبقى خروف. وديك جربت عيشة الخرفان في الحجز. ساعتك كام؟ 10:30. طب تعالى انا عزمك على 10. لا مش هقدر يا استاذة، لازم اروح لابويا عشان اطمنه عليا. على راحتك. عملت ايه في العربية سبب المصيبة؟ عربية ايه بقى؟ يغور بيها، دي نحس زي وش امه. صباح الخير. مالك في ايه؟ في حاجة لازم تشوفيها بنفسك يا استاذة. عاوزاني اشوف ايه؟ امتى ده حصل وازاي؟ انا جيت الصبح لقيته نايم. عم مسعود هو اللي فتح له. ايوه ست هانم، وانا الصبح المنظف. خلوه نايم وبلغوني لما يصحى. تعالى يا مسعود قولي ايه اللي حصل. ايوه ست هانم، الساعه 7 الصبح وانا منظف المكتب جه هو وخبط، فتحت له فقلت له والله انت ايه اللي جابك بدري دلوقتي؟ فقال لي انا جاي اخش الحمام. قلت له خش الحمام. ايه اللي حصل لك تاني؟ خناقة عائلية. خناقة عائلية تعمل فيك كده؟ ما شفتش نفسك في مراية؟ شكلك طالع من صندوق زبالة. لا اصل الخناقة كانت شديدة شوية. مع ابوك ولا مع امك ولا مع كله؟ مع ابويا وطردني. طردك؟ ومامتك سابته يطردك؟ معرفتش تمنعه؟ الخناقة كانت في الشارع عند العربية؟ ايوه. وايه المصيبة اللي عملتها عشان ابوك يطردك؟ مش كبرت على حكاية الطرد دي؟ ولا كنت عارف انك لازم تطرد؟ ما كانش ينفع ابقى جنبه وهو غضبان، وما كانش ينفع ارجع البيت عشان ما كنتش اخلص من ماما. لازم عاملة سودة. خلاص بقى، لا حصل حصل، الموضوع انتهى. ما انتهاش بالنسبة لي. هي مسألة عبيطة وهايفة، بس بالنسبة للوالد والوالدة غلطة كبيرة قوي. ايه، سرقت اهلك؟ لا، ابويا ظبطني مع واحدة في وضع مش كويس، وعفاريت الدنيا اتنططت فوق دماغه. قفشك مع واحدة؟ مش مكسوف من نفسك؟ طب هتعمل ايه؟ مش عارف. بتلبس مقاس كام؟ ايه؟ بتلبس مقاس كام؟ 42. انت مش شايف منظرك عامل ازاي؟ فندم يا مدام، خدي اشتري قميص مقاس 42 وبنطلون مقاس كام؟ 34. وغيار داخلي فوق وتحت من اي محل وبسرعه. حاضر. حمامي في دش، لما تهاني تيجي تدخل تاخد دش وترجع بني ادم تاني، وتروح بيتكوا تجيب هدومك والحاجات اللي تهمك، وتكون قدام العماره دي لما تخلص. هتكون هناك الساعه كام؟ الساعه 10 بالليل. اشمعنى الساعه 10؟ عشان ابويا يكون خارج من البيت. البواب هيكون مستنيك قدام العماره، تقول له انا عاطف ربيع وهو هيعمل اللازم. ايه الهيصه دي؟ النهارده في قبض يا مدام. وايه المشكله؟ الاستاذ علي نبهان بيقول ان هو كتب 4 موضوعات مش 3. قولي له المدام هتشوف الموضوع ده بعدين. في ايه تاني؟ اصلا انا قلت له الكلام ده قبل ما حضرتك تيجي، بس هو ما عجبوش الكلام وقال لي الحق حق. قال لك الحق حق؟ اه والله يا مدام. خلاص ادي له مكافاه الموضوع، وقولي له المدام مش عاوز الشغل تاني منك. صباح الخير. ازيك؟ مالك فرحان كده ليه؟ نجحت. بجد؟ بدرجة مقبول بس نجحت. ألف 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 مبروك يا عاطف، ده إيه الخبر السعيد ده؟
لازم بقى اعزمك على العشاء النهارده بمناسبه النجاح. تهاني. ايوه يا مدام. جاتول المكتب كله. حاضر. مالك مش على بعضك ليه؟ ما تقعد عدل. اتفرج على الناس يا استاذه. انا عمري ما شفت النوع ده قبل كده. وماله النوع ده؟ مش عاجبك ولا ايه؟ هي الناس دي بتطلع بالنهار؟ ايوه بتطلع بالنهار، بس الهيئه غير الهيئه. بس دول معظمهم عارفينك. زي ما انا عارفه بلاويهم بالظبط. بطل تبص. حاضر. انا جوعان. ايوه. محسن بيه الاهواني عاوز يحاسب على الترابيزه بتاعت حضرتك. ايه راي حضرتك يا فندم؟ طبعا لا. قول له مدام نجوى بتقول لك متشكرين، وانت عارف انها بتحب تدفع حسابها. وبعدين هو مش شايف ان انا معايا راجل طول بعرض؟ احنا هنا يا فندم في خدمه زبايننا مش اكتر ولا اقل، وبنسمع الكلام سواء من حضرتك او من حضرته. ماشي شكرا. بعد اذنك يا فندم. هو ايه الموضوع بالظبط؟ حدق قوي. فاكر انه ممكن يشتري سكوتي بعشوه، مش عارف ان كل حاجه ليها تمن. كنت فاكراك اذكى من كده يا محسن يا اهواني. هو ده اللي قدرت عليه تدفع لي العشاء؟ ده انت اهبل بقى. عاوزه ايه؟ عاوزه اعلان الغلاف الاخير بتاع المجله بتاعتي. الغلاف الاخير مش العدد الاخير يا اهبل، فلله ولا فالك. ظهر المجلة، فهمت؟ بكام؟ هتدفع اللي بقولك عليه، انت هتفصل معايا؟ ايوة كده، خليك حلو أمار. سلام. اي خدمة يا استاذ؟ فين تهاني؟ عندها ضيفة. ولا الاستاذ عاوزاكي دلوقتي حالا. معلش يا استاذ انا اسفة. روح انت. مين الضيفة اللي عندك؟ دي بنت بتقول انها صحفية وجاية تسأل على الاستاذ عاطف. بنت وصحفية؟ اسمها ايه؟ اسمها سلوى. طب دقيقة كده وخليها تدخل. صباح الخير. صباح النور. ايه ده كده طمنتيني على مستقبل الصحافه؟ حلوه ورشيقه. اقعدي يا سلوى. ياسين. الله، اسمك حلو. وده حقيقي ولا تركيب؟ لا مش فاهمه. يعني اسمك حقيقي ولا مقلفه اسم سينمائي عشان يبقى سهل يتحفظ؟ لا ده اسمي الحقيقي، سلوى عبد العزيز ياسين. وبتشتغلي في انهي جورنال؟ في السهم. عاطف كان بيشتغل هناك، زميلته يعني. تقريبا. وعاوزه عاطف في ايه؟ عاوزاه في شغل. ايه نوع الشغل ده؟ الجورنال طلب مني تحقيق عن ظاهره التسول والبلطجه اللي في الشوارع، وانا عايزه اعمل تحقيق ميداني وانزل الشارع بنفسي، وعاوزه عاطف هو اللي يصور لي الموضوع. واشمعنى عاطف؟ ما اي مصور من الجورنال بتاعكم. لا ما انا مش عايزه اي مصور وخلاص ياخد لي كام صوره على الماشي. عايزه يبقى معايا وملازمني وبرضه يبقى حمايه ليا. ايه في حاجه حضرتك؟ طبعا. عاطف خلاص كبر ومشاغله بقت كتير، وشغل المجله ده كله تقريبا هو اللي شايله لوحده، ومهما كنتي غاليه عليه وقته ما يسمحش. وحكايه التصوير دي خلاص مرحله وعدت. بس هو بيحب التصوير. الحب حاجه والشغل حاجه. لما انتي ما قلتيليش ايه علاقتك بيه وعاوزاه امتى؟ عاوزاه الليله دي او بكره بكتير. خساره يا سلوى ياسين، حظك قليل. عاطف في مأمورية برة ومش هيرجع قبل يومين تلاتة. أكون خلصت التحقيق بتاعي. بالتوفيق يا حبيبتي. أنت لايقة على الموضوع اللي أنت بتعمليه وعلى الجورنال اللي أنت شغالة فيه. أنت مش ناهجك اشتراكي برضو؟ مش مهم بقى. متشكرة قوي يا مدام نجوى. سعيدة إني شفتك ونبقى نشوفك إن شاء الله، رغم إن الفكر مختلف. من الكلب عاوز يلعب بديل. مش قادر يصبر.
زي حضرتك. زي حضرتك انت. اقفل الباب. اقعد. خير؟ في حاجة؟ مالك مش على بعضك كده زي ما تكون عامل عاملة. على فكرة الطقم بتاع حضرتك شيك جدا. سيني اصلي ومن بره صح؟ احنا مش في هدومي دلوقتي، من بره ولا من جوه مش ده موضوعنا. تعرف بنت صحفية ناشفة كده ومعصعصة اسمها سلوى ياسين؟ دي كانت بتشتغل. هو اسمه ايه ده؟ دي مالك مرعوب كده ليه؟ زي ما اكون مراتك اللي بتخوفك بالليل. يا استاذة دي زميلة كانت بتشتغل في جورنال السهم، وحضرتك عارفة ان انا كنت بشتغل في جورنال السهم. اصلها جت تسأل عليك هنا، انت هربان منها ليه؟ هي قالت لك ان انا هربان منها؟ لا ما قالتش، بس انا حسيت. طب وانا اهرب منها ليه؟ احنا علاقتنا كلها ود. ما هو باين الود اللي بينكوا. كانت عاوزاك تصور لها تحقيق صحفي يشبه لها كده عن التسول. وحضرتك قلت لها ايه؟ قلت لها انك خلاص ماضي عقد احتكار وبطلت الشغل القطاعي وما عندكش وقت تجامل في حد. صح طبعا لحضرتك تشوفيه. عندك شغل مهم جاهز. هتسافر العجل، في حفلة في فيلا سورها عالي قوي على حمام السباحة، فتة ولحمة وممبار. على حمام السباحة؟ أيوة على حمام السباحة. المعازيم رجالة وستات من أهم الناس في مصر، عشان كده الحذر مطلوب والفشل مرفوض، ولو اتقفشت اعتبر نفسك انتهيت. لا اديني بس كل المعلومات وهتشوفي أنا عامل ايه. ولو نجحت عندي ليك مكافأة. أنا المكافأة بتاعتي رضاك يعني؟ طب غور من وشي دلوقتي. أمرك. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ ده نص عظماء مصر لابسين مايوهات. صحيح مين دول يا أستاذة؟ خلطة، خلطة ما يعرفش يعملها غير خضر العطار. رجال أعمال. طب ما عادي. لا مش عادي. شايف الست دي؟ دي مرات علاء مجاهد، رجل الأعمال، تعرفه؟ عارفه، مستورد القمح. أيوه، ودي بقى مرات شريكه، عمرو أبو شامة. ده الظاهر إن الشركة مش في التجارة بس، وفي النتاية كمان. تنفع. يا ساتر استر، عايز تدخلوه شخصياً؟ أهو الراجل ده بقى هو اللي سخني إن أنا أصور كل حاجة جوه، بسبب صورة ليه مرة جروني على الاسم. تحمد ربنا إنها جت على كده. هو الراجل ده مهم أوي كده؟ طبعاً، ده بقه في ودن الكبير بتاعنا. ربنا يكفينا شره. في الخزنة أكيد. يفضحكم فضيحة القطط على السلالم. هو جرى إيه في البلد؟ الواحد ما بقاش عارف الفرق بين الذكر والنتاية. ومين دول بقى؟ معرفش، بس زي ما انت شايف بيعلنوا كراهيتهم للرجالة. أكيد هتنفع. وده مين ده بسلامته؟ شكله لعيب كبير قوي. معرفوش، بس شكله راجل مهم. سرنا في يوم نعرفه. وأكيد هيبقى لها عوزة. شاطر يا عاطف. يا عطوفة، انت طلعت أحسن من تقديري ليك بكتير. كله بفضل حضرتك يا أستاذة. كده التلميذ اتفوق على المدرسة بتاعته والنظرة كمان. إن شاء الله هفضل كده على طول. أنا كنت وعدتك إن أنا عندي ليك مكافأة. اعتبريها وصلت. لا، أنت تروح تستريح في المكتب لحتى ما أنا أظبط أموري. طب إيه المكافأة؟ مش هقول لك. عارف يا عاطف الإعلانات اللي في الشوارع؟ أهي البلد عاملة زيها بالظبط. فيها اللي بينور ويطفي، فيها اللي منور على طول، فيها اللي مطفي على طول. ايه رأيك بقى في مشروع يخلينا ننور على طول؟ حد يكره؟ بس هو ايه؟ جورنال. جورنال يا عاطف، جورنال يبقى بتاعي وبتاعك انت كمان. انا؟ ايوه انت. بس ده مشروع وهمي. ليه وهمي؟ محتاج فلوس كتير واجراءات ورق. حضرتك عايشه في بلد بتوقف المراكب السايرة، عايزه تمشي مركبه؟ وبعدين مين قالك ان الجورنال ده هينجح؟ تبقى شهبل. انت فاكر ان البلد دي هتفضل على حالها كده؟ بص حواليك، السنين اللي جايه دي كلها شخلعه وفهلوه وخفه يد كمان. وانا وانت مع بعض ممكن نبقى حاجه كبيره قوي. انت بتبص لي كده ليه؟ انت حبتيني مش كده؟ انت مغفل. احبك ازاي وتحبني ازاي؟ انت يوم لما تحب هتبقى بنت في سنك او اصغر منك، وهي كمان لو حبتك هيبقى كده برضه زي البنت اياها. يا عاطف انا بالنسبه لي الحب راح وزمنه راح. هي كمان شكلها راحت.
المسألة مسألة احتياج، بنجوع بناكل، بنعطش بنشرب، المسألة بيني وبينك هتبقى كده بالظبط، مفيش احتكار. مش فاهم. يعني أنا مش مراتك ولا حبيبتك عشان أحاسبك. حضرتك هتبقي كده برضو؟ حضرتي ست محترمة، ست مش طفصة، محبش أكل غير وأنا جعانة وأكلتي خفيفة. أنا بتعلم. دي شروطك؟ لا، شروطي كتير، بس أهم شرط فيهم إن مفيش تغيير في المعاملة اللي بيننا. كل واحد فينا لازم يعرف مكانه بالظبط ويلتزم بيه. يا عاطف، أنا قريت الجوع اللي أنت فيه من نظراتك ليا أول مرة شفتك. يا أستاذة، أنا جعان كل حاجة في الدنيا، عشان كده واحدة واحدة عليا شوية. ماشي. رايحة على فين يا أستاذة؟ بحب أمشي في الشوارع بالليل وهي فاضية، بعرف أفكر. هو في طريقتين، لا مش اتنين، تلاتة، يا نعمل شركة، يا نشتري رخصة جورنال، يا نجيب رخصة من قبرص. ايه الطريقة السهلة المضمونة يعني؟ ان احنا نشتري رخصة. وفي حاجات للبيع؟ على طول. على كام؟ 2 مليون، بس بالتفاوض ينزل 1.5. مش قلتلك مشروع وهمي؟ وحضرتك بقى معاك الفلوس دي؟ ما كانش ده بقى حالي، بس ممكن نتصرف. ونتصرف ازاي؟ قليل ونسرق بنك حاجة زي كده. يا نهار اسود. تعال اقفل الباب. انا مش قلتلك اول مرة هتبقى عندي؟ بس دي مش شقتك يا استاذة، دي واحدة من شقق اللي بأجرهم مفروش. تعال. ايه؟ ايه؟ مالك؟ ماليش، انا كويس. طب اطفي النور وتعال. نكتة؟ أبيحة؟ لا عادية. قول. مرة جوحة اشترى 3 تفاحات، راح البيت ياكلهم براحته، وراح مولع شمعة، فتح أول واحدة لقاها مدودة راح رميها، فتح تاني واحدة برضو لقاها مدودة راح رميها، وبعدين راح طفي الشمعة ووكل التالتة. يا ابن المعفنة، بتلقح عليا؟ لا والله يا أستاذة، وأنا طول أكل تفاح أصلا. أنا معاكي في الضلمة وفي النور اللي تأمري بيه. طب تعالى يا جح. ألو. أهلا أهلا. طبعا عارفاكي، سمعت عنك كتير، ده كل الأوساط الراقية بتتكلم عن جمالك وجمال شغلك. أأمريني يا حبيبة قلبي. أنا مقابلتي سهلة جداً، بس ممكن أعرف ليه؟ يبقى أحسن مكان تقابليني فيه في مكتبي، أنا بكون موجودة لحد الساعة 11 بالليل، تشرفيني في أي وقت. أنا اللي تشرفت بمكالمتك. مع السلامة. عاوزة إيه دي؟ لازم تكوني أهم مصممة حفلات في مصر، جمالك ورقتك وشياكتك بيقولوا كده. مرسي جدا يا مدام نجوى، بس انا خلاص ناويه اسيب الشغلانه. ايه ده؟ حد يسيب شغلانه زي دي؟ حد يكره يشتغل في القبهة والجمال والشياكه، وزي ما بيقولوا مجتمع الكريم دو لا كريم؟ كريم دو لا كريم ايه بس؟ دول اغلبهم مغرورين، ولا عندهم احساس ولا ثقافه ولا حتى ذوق. ايه ده؟ انت شكلك مقروصه قرصه جامده. انا اتهنت من انسان سافل ومتعجرف، اتعامل معايا كانه بيتعامل مع بنت ليل. اهدي بس كده واحكي لي الموضوع. تعرفي رجل الاعمال ادهم سليمان؟
ده تقريبا رقم 2 أو 3 في مصر، ومنه للحكام على طول سواء هنا او برا. معنى كده اني اسامح في الاهانه اللي كانت هتجيب لي شلل؟ مش عارف بس ايه الاهانه الاول وبعد كده اقول لك تسكتي ولا ما تسكتيش. الغبي ما يعرفش ان انا بنتي ناس محترمه جدا ومتربيه احسن تربيه. باين عليك يا حبيبتي، بس ايه الاهانه؟ حصل ايه؟ طلب مني اصمم له حفله عيد ميلاده، عرضت عليه افكاره وما عجبتوش، راح شتمني قدام كل ضيوفه. قليل الادب. وبعدين نيلها اكتر واكتر، ابتكر حفله تنكريه لكل المعازيم. وايه الجديد في كده؟ ما اعتقدش انه في حد عمل حفله زي اللي هو عاوز يعملها. عاوز الستات تلبس مومسات والرجاله قوادين. واعتذرتي طبعا؟ لا. ولما هو لا زعلانه ليه؟ كنت هعتذر لولا انه اهني اهانه تانيه اشد من الاولانيه. فضل يشرح في تفاصيل الحفله وفي الاخر بصلي وقال انت اختاري المومس اللي تعجبك والبسي لبسها. كل ده يحصل ولسه متمسكه بالمشروع؟ علشان انتقم لنفسي. وهتنتقمي ازاي؟ الحفله تتصور بكل اللي فيها وحضرتك تنشريها في المجله. وانا اللي كنت فاكراكي طيبه طلعت انا اللي طيبه. وانت بقى اللي هتصوري الحفله؟ لا، ما اقدرش انا اللي اصور، وفي اجراءات امنيه مشدده. بس انت لسه مسؤوله عن الحفله. ايوه. وممكن تساعدينا؟ كل اللي اقدر عليه هعمله. انا هدرس الموضوع كويس وافكر فيه، بس انا بقى اعمل كل ده مقابل ايه؟ دي مساله هنتفاهم فيها وانا تحت امرك. هو كده. انا بجد سعيده بمعرفتك يا حبيبتي، نورتي المجله. صباح الخير. اهلا يا عاطف، اعرفك الانسه غاده الامير، اشهر مصممه حفلات في مصر. تشرفنا. الاستاذ عاطف ربيع، الراجل التاني في المجله. فرصه سعيده. مع السلامه. ورايا على المكتب. مالك كنت بتصورها بعينيك اللي يتدب فيها رصاصة؟ اصلها حلوة. حلوة ولا وحشة؟ دي بعيدة عن شنبك وشنب اللي جابوك، انت بالنسبة لها كوم زبالة. في ناس بترضى بالزبالة. ولو بقينا نعرف نرد يا أستاذ عاطف. اسمع، تعرف راجل أعمال اسمه أدهم سليمان؟ لسه بدري عليا عبال ما أعرف رجال الأعمال. طب عاوزاك تسأل عنه وتعرف كل حاجة. انت مش عارفة؟ عارفة، بس مصر بتتغير كل يوم. أيوة مين؟ الله يكسفك، مش تستر نفسك وانت بتفتح الباب. معلش يا أستاذ، أصلي كنت نايم. وانت بتنام عريان ولا معاك حد؟ لا أنا لوحدي يا أستاذ، وممكن تتأكدي بنفسك كمان. وإيه ريحة الكمكمة والزناخة اللي مالية الروف دي؟ ولا دي ريحة النسوان اللمامة اللي بتسربهم من ورا ظهر البواب؟ أنت كده دايماً ظلماني يا ريسة، وأكبر دقيقة أظلمك ليا إن الشقة ريحتها معفنة. إشمعنى يا ابن الحلواني؟ أصل لو كان في نسوان كانوا نضفوها. علي أنا الكلام ده؟ وإيه سبب الزيارة المفاجأة دي؟ هيكون إيه غير الشديد القوي؟ سألت على الراجل؟ طبعاً. وعرفت إيه؟ عرفت اللي حضرتك عارفاه، اللي بيغضب عليه بيرميه من فوق سطح عمارة وفوق منه صبة أسمنت. وناس تانية بتقول إنه عنده يخت في البحر الأحمر، اللي بيغضب عليه بيجرجره على هناك ويرميه في وسط المية ومنه لسمك القرش. وعايزاني أصور بيت الدعارة اللي ناوي يعمله؟ لا أنا آسف، لا ناوي ترمي من فوق سطح عمارة، ولا انت ناوية تبقي جوه بطن سمكة قرش. احنا ملناش دعوة بيه ولا هنقرب. حلو قوي، يبقى كده الموضوع لاغي. لاغي ايه يا هبل؟ دي خبطة العمر اللي بيها نقدر نعمل الجورنال السياسي الاجتماعي اللي انا بحلم بيه. ازاي وانت بتقولي ان احنا مش هنقربه؟ هو لا، لكن ضيوفه اه. دول سمك القرش اللي بيعوم بره المية، اللي شبعوا من كتر اكل لحم البلد بنت المتعوسة دي. جميل، يبقى كده العمليه بيضه مقشره. لا، لانه جايب شركه امن، والدعاوي كانها طالعه من القصر البريطاني، ومستحيل دعوه تتسرب. لا افهم. هدخل ازاي؟ الاكل والشرب وطقم الخدمه والسيرفيس كله اتفق عليه مع فندق 5 نجوم. وبعدين انت هتكون واحد من طقم الخدمه. ازاي؟ ساعات الحظ بيخدم. مدير الأغذية والمشروبات في الفندق ده
أنا أعرفه معرفة شخصية وصفحته مش بيضة، يعني هيقول لي تحت أمرك وهخليه يعلمك ويجيب لك لبس كمان. طب أنتي مش بتقولي إن في تفتيش؟ أخش بالكاميرا إزاي؟ الكاميرا هتدخل قبل الحفلة بيومين وهتكون مخفية في مكان أنت بس اللي تعرفه، وبعد ما تخلص شغل هترجعها مكانها وتخرج فاضي زي ما دخلت فاضي يا جرسون. بلاد الايه؟ نسوان انما ايه؟ زي ما يكونوا كانوا مستنيينها فرصة عشان يطلعوا الكبت اللي جواهم. شكله على السرير ايه؟ تحفة. ادي اللي انت فالح فيه. انا عملت اللي عليا. شوفي انت هتعملي ايه؟ دول عاملين زي قفص الطماطم اللي عاوز فرز، لازم نرمي المفعصة والمضروبة واللي صابها العفن. احنا عاوزين التقال قوي. انت هتاخدي منهم فلوس ازاي؟ شغل مخك. لا انا شغل مخي في اي حاجة تخطر على بالك الا دي. الخطوة اللي جاية صعبة عليا، مستحيل. انت مش هتعمل حاجة. امال مين اللي هيعمل؟ واحد معرفة قديمة، صحفي من قبرص. مهم تكوني مالية ايدك منه. طبعا مالية ايدي، ما هو من النوع بتاعك، بس قبرصي وبيقبض كمان. بس انا افضل بعيد، ماليش دعوة. عاوز اقول لك حاجة، ملك الغابة مش هو الاسد، ملك الغابة يا حبيب قلبي هو اللي بيصطاد الاسد، والجورنال اللي انا بحلم بيه هعمله. اطفي النور بقى عشان ورانا شغل كتير. مش عاوزه شقه واسعه. بقول لك ايه، هو الدور كام شقه ومساحته كام؟ جايز احتاج الدور كله، بس مش عاوزه حاجه في ادوار عاليه. يا راجل يا كهنه، مش انا لوحدي اللي نفسي اتقطع، ما تبص لنفسك الاول. خلينا في المهم، انا فلوسي جاهزه وعاوزه اعمل معاينه. ماشي، هستنى مكالمتك. مع السلامه. في ايه؟ موضوع الجورنال اتعرف وكذا حد سألني عليه. اللي يسألك قول له هو احنا بنعمل تنظيم سري؟ احنا بنعمل جورنال. والناس عرفت ازاي؟ مفيش حاجة بتستخبى في الوسط بتاعنا ده، مفيش أكتر من عيون الحساد. واضح إن أنتِ ما قدرتيش تداري على شمعتك. شمعة إيه اللي أداري عليها؟ احنا هيبقى عندنا جورنال كبير، ودلوقتي أنا بجهز ومحتاجة محررين ومراسلين ورؤساء أقسام. عاطف، ده الوقت اللي لازم نكبر فيه، ولو فضلنا واقفين مكاننا هنتاكل. بقولك ايه، انا جعانه ومخنوقه من المكتب، يلا نقوم ناكل. وانت طبعا هتبقي رئيسة التحرير ورئيسة مجلس الإدارة. رئيسة مجلس الإدارة رئيسة التحرير لا. ليه لا؟ منفعش رئيس التحرير جورنال سياسي، هيقولوا مالها ومال السياسة، وطول عمرها بتشتغل في الفن والفنانين والموضة والصالونات. أمال مين هيبقى رئيس التحرير؟ حضرتك. حضرتي إزاي يعني؟ ده أنا ميح في السياسة. كل اللي بيكتبوا في السياسة وكل اللي بيشتغلوا في السياسة زيك كده بالظبط، ويمكن أقل منك كمان. لا يمكن يا مدام، أنا لو كتبت في السياسة هنتفضح. نجيب لك حد يكتب من الباطن. زيك زي غيرك، وشوية شوية تتعلم تكتب ازاي. طب وليه السياسة؟ ما احنا ماشيين زي الفل. الزمن اللي جاي ده مش بتاع الحاجات الصغيرة، واحنا خلاص بطلنا نصطاد بسارية. بسارية؟ ده احنا مصطادين كل حتام مصر. برضو بسارية، احنا عاوزين نصطاد دولة. دولة؟ ايوة دولة. دولة تيجي تتبنى الجورنال وتموله، والجورنال يبقى لسان حالها. مفيش مانع يبقوا دولتين. يبقوا ثلاثة. وماله؟ انت جبتي كل الكلام ده منين؟ يعني خبرة، وانا بنوتة صغيرة اشتغلت مع ديابة الصحافة وتعليبها، صاحبتهم وتعلمت منهم. واحنا بقى هنبقى جورنال معارض ولا مش معارض؟ نعارض مين يا هبل؟ ايه انت نبيت لطشك؟ معارضة كده من على الوش، معارضة زي بتاعة ضرب الحبيب زغزغة. بقول لك ايه،
أنا دماغي تقلت. اطلب الحساب ويلا بينا. مش عاوزة أبقى زي الست شفاعات بتاعت شباب امرأة. يلا. متر. تعالى عندي ليك خبر هايل. اكيد مبيعات. زدنا قد ايه؟ حاجة اهم. مضيتي مع الوكالة الدولية للإعلان؟ برضو اهم. هيبقى في اهم من كده يعني؟ مبروك يا استاذ عاطف. على ايه؟ انت الريس اختارك تسافر معاه على طيارته الاسبوع الجاي. بتتكلمي جد؟ هو انا عمري قلت حاجة وما طلعتش جد؟ أكيد بيقرأ مقالاتي. قصدك المقالات اللي بيكتبها غيرك يا أستاذ. كله من خيرك وتوجيهاتك. طب اسمع بقى التوجيهات الجديدة. كون إن الريس اختارك تسافر معاه مع رؤساء التحرير، فده معناه إنه مبسوط من الجورنال قبل ما يكون مبسوط منك. آه طبعًا طبعًا. المهم بقى شكلك على الطيارة. ما تلاقيش، هبقى أشيك واحد. لسه خايب. انت لازم تكون بسيط على قد ما تقدر في كلامك ولبسك، لانه اكيد هينكشك. هو يحب ينكش اي حد جديد، ولو سالك عن حاجه ترد الرد اللي يرضيه هو، سامع؟ ولو سالت سؤال تسال السؤال اللي تحس انه هو عاوز يتساله، ويكون دمك خفيف يا عاطف. ويساعدك يا هناك لو قلت حاجه مضحكه وضحك، بس تكون لطيفه ومهذبه، سامع؟ انا مش عارف اودي جمايلك فين. لا عارف، بس بتستعبط. انت خريج اعلام مش كده؟ ايوه يا استاذ. وعاوز تتمرن عندنا؟ دي امنيتي يا استاذ. تعرف ان علاء السروجي اللي بعتك ليا ده كان اصلا تلميذي؟ ليا الشرف ابقى تلميذ حضرتك. تعالى في مدرستك. امتى؟ النهارده الصبح. الو عاطف، التحويل الاخير بتاع ليبيا كان بكام؟ 750,000 جنيه. يعني انت سحبت 250,000 جنيه؟ مالك يا نجوى، في ايه؟ سحبت ولا ما سحبتش؟ ايوه. وليه ان شاء الله؟ وانا بسالك، بتسحبي فلوس من البنك بتسحبتيها ليه ولا ما سحبتيهاش؟ هو انت هتعمل راسك براسي؟ جرى ايه؟ نسيت نفسك ولا ايه يا استاذ عاطف؟ لمي لسانك عشان ممكن اقل ادبي وبهدلك. هي دي اخرتها يا عاطف يا ابن بتاع البسبوسه؟ ماشي، انا هلغي توقيعك من البنك، ومفيش مليم هيطلع من الجورنال ده بعد كده غير باذني. طب استاذن انا. هو انت لسه هنا؟ اقعد. قلت لي اسمك ايه؟ وليد يا استاذ. ابوك بيشتغل ايه؟ سواء قطر بس متوفي. شوف يا وليد، انت مستقبلك معايا مرهون بكفاءتك. هنبتدي بكره. متشكر، متشكر قوي. ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. اما نشوف. انا عاوزاك تنسى اي حاجه اتعلمتها في الصحافه. في مدرستي انا لازم نبتدي من الاول وعلى بياض. حاضر يا فندم. انا رايحه المهندسين، تعالى اوصلك معايا. متشكر قوي. تعالى ما تتكسفش. متشكر يا عاطف. براحتك.
ده جنب الشيطان وجنب الشيطان مرزقتنا. لو شاطر عملي زي قدمت نور قبل ليه؟ طيب ماشي. زي حضرتك انت. اقفل الباب. اقعد. خير؟ في حاجة؟ مالك مش على بعضك كده زي ما تكون عامل عاملة. على فكرة الطقم بتاع حضرتك شيك جدا. سيني اصلي من بره صح؟ احنا مش في هدومي دلوقتي، من بره ولا من جوه مش ده موضوعنا. تعرف بنت صحفيه ناشفه كده ومعصعصه اسمها سلوى ياسين؟ دي كانت بتشتغل. هو اسمه ايه ده؟ دي مالك مرعوب كده ليه؟ زي ما اكون مراتك اللي بتخوفك بالليل. يا استاذه دي زميله كانت بتشتغل في جورنال السهم، وحضرتك عارفه ان انا كنت بشتغل في جورنال السهم. اصلها جت تسال عليك هنا، انت هربان منها ليه؟ هي قالت لك ان انا هربان منها؟ لا ما قالتش، بس انا حسيت. طب وانا اهرب منها ليه؟ احنا علاقتنا كلها ود. ما هو باين الود اللي بينكوا. كانت عاوزاك تصور لها تحقيق صحفي يشبه لها كده عن التسول. وحضرتك قلت لها ايه؟ قلت لها انك خلاص ماضي عقد احتكار وبطلت الشغل القطاعي وما عندكش وقت تجامل في حد. صح؟ طبعا. لحضرتك تشوفي عندك شغل مهم جاهز. هتسافر العجم، في حفلة في فيلا سورها عالي قوي على حمام السباحة، فتة ولحمة ومنبر. على حمام السباحة؟ أيوة على حمام السباحة. المعازيم رجالة وستات من أهم الناس في مصر، عشان كده الحذر مطلوب والفشل مرفوض، ولو اتقفشت اعتبر نفسك انتهيت. لا اديني بس كل المعلومات وهتشوفي أنا عامل ايه. ولو نجحت عندي ليك مكافأة. أنا المكافأة بتاعتي رضاك يعني؟ طب غور من وشي دلوقتي. أمرك. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ ده نص عظماء مصر لابسين مايوهات. صحيح مين دول يا أستاذة؟ خلطة ما يعرفش يعملها غير خضر العطار. رجال أعمال. طب ما عادي. لا مش عادي. شايف الست دي؟ دي مرات علاء مجاهد رجل الأعمال، تعرفه؟ عارفه، مستورد القمح. أيوه، ودي بقى مرات شريكه عمرو أبو شامة. ده الظاهر إن الشركة مش في التجارة بس، وفي النتاية كمان تنفع. يا ساتر استر، عايز تتسخلوه شخصيا؟ أهو الراجل ده بقى هو اللي سخني إن أنا أصور كل حاجة جوه بسبب صورة ليه مرة جروني على الاسم. تحمد ربنا إنها جت على كده. هو الراجل ده مهم قوي كده؟ طبعا، ده بقه في ودن الكبير بتاعنا، ربنا يكفينا شره في الخزنة أكيد. يفضحكم فضيحة القطط على السلالم. هو جرى إيه في البلد؟ الواحد ما بقاش عارف الفرق بين الذكر والنتاية. ومين دول بقى؟ معرفش، بس زي ما انت شايف بيعلنوا كراهيتهم للرجالة. أكيد هتنفع. وده مين ده بسلامته؟ شكله لعيب كبير قوي. معرفوش، بس شكله راجل مهم. سرنا في يوم نعرفه وأكيد هيبقى لها عوزة. شاطر يا عاطف يا عطوفة، انت طلعت أحسن من تقديري ليك بكتير. كله بفضل حضرتك يا أستاذة. كده التلميذ اتفوق على المدرسة بتاعته والنظرة كمان. إن شاء الله هفضل كده على طول. أنا كنت وعدتك إن أنا عندي ليك مكافأة. اعتبريها وصلت. لا، أنت تروح تستريح في المكتب لحد ما أنا أظبط أموري. طب إيه المكافأة؟ مش هقولك. يا نهار أسود. تعال اقفل الباب. أنا مش قلتلك أول مرة هتبقى عندي؟ بس دي مش شقتك يا أستاذة. دي واحدة من شققي اللي بأجرهم مفروش. تعال
كويس. طب ادفي النور وتعالى. نكتة؟ أبيحة؟ لا عادية. قول. مرة جوحة اشترى 3 تفاحات، راح البيت ياكلهم براحته وراح مولع شمعة، فتح أول واحدة لقاها مدودة راح رميها، فتح تاني واحدة برضو لقاها مدودة راح رميها، وبعدين راح طفي الشمعة وأكل التالتة. يا ابن المعفنة بتلقح عليا؟ لا والله يا أستاذة، وأنا طول أكل تفاح أصلا. أنا معاكي في الضلمة وفي النور اللي تأمري بيه. طب تعالى يا جحا.